اخبار اليوم. تتلعب الكوره على طول للمقصه، دخل وعاوز يعدي، انما فاول وصفاره وضربه حره مباشره، وادي واقع باسم علي على الارض. يا عم قول يعني العمليه مش مستحمله، ادي اهو الراجل يعني محمود وحيد الباك الشمال اللي اصطدم بباسم علي، اصاباته كتير. وربع ساعه من زمن الشوط الاول لا زال التعادل بدون اهداف قائم بين نادي المقصه والنادي الاهلي ضمن مباريات الاسبوع نادي الاهلي. وبقول لحضراتكم الجمعه اللي جايه يوم 20 في الاتحاد السكندري مع سموحه والرجاء مع الداخليه. اعتقد الماتش الفيصل الرجاء مع الداخليه، لو الداخليه فازت خلاص تبقى الامور ماشيه بالنسبه للرجاء، ولو الرجاء فاز